طيب هنروح مع حضراتكم لموضوع تاني. جامعة المنصورة بتنظم سلسلة قوافل اسمها جسور الخير. دي قوافل متكاملة طبية بيطرية توعوية لخدمة أهالي المحافظات الحدودية. قافلة وصلت المحطة رقم 12 ليها في مدينة سفاجة. خلينا نشوف الخدمات اللي بتقدمها للأهالي هناك. تقوم جامعة المنصورة بتنظيم عدد من قوافل جسور الخير المتكاملة التي تستهدف المحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجاً. وقد تم إطلاق القافلة رقم 12 في مدينة سفاجة بمحافظة البحر الأحمر، والتي تقدم خدماتها الشاملة في المجال الطبي والتوعوي لأهالي المدينة من جميع الفئات العمرية. قافلة جسور الخير 12 تأتي ضمن القوافل المتكاملة إيماناً بالدور الريادي المجتمعي لجامعة المنصورة، كما تعمل على توفير ونشر الرعاية الصحية خاصة في المحافظات الحدودية. تتضمن القافلة توقيع الكشف الطبي على أهالي مدينة سفاجة في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج، وكذلك إجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة. تشمل القافلة أيضاً العديد من الفعاليات الترفيهية مع توزيع الهدايا على الأطفال من خلال فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة.